السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي تبارك الله عليكم، كيراكم لاباس عليكم، ورجعنا لكم في شرح جديد وفيديو جديد. اليوم أنا خوتي تركيبة جديدة، فهذه التركيبة كنت طرحت عليكم أصدقائي في منتدى القناة سؤال: شنو الأقمار اللي بغيتو نديرو لهم الشرح؟ واش قمر النيسات مع القمر الأسطر 19، أو تركيبة فيها قمر الهتبوت وقمر الأسطر 19 والإتيسات تسعود؟ فصوتوا على هذه التركيبة هذه اللي فيها قمر أسطر 19 وقمر نيسات. فباش غنلتقطوا أصدقائي هذه التركيبة هذه، فضروري أول حاجة خص يكون عندك تبصيل من 90 سنتيم ما فوق. فالناس اللي في الشمال ضروري خص يكون عندك تبصيل 90 متر وأنت طالع فوق باش تشد الإشارة مزيان. الناس اللي في الوسط فضروري خصهم متر 110 120. الناس أصدقائي اللي في الجنوب فضروري خصهم 120 لما فوق. فهذه اول حاجه. ثاني حاجه خوتي، فباش غنلتقطوا هاد جوج هاد الاقمار هادي، فضروري خصنا نفيكسيو التوصيل ديالنا على القمر الوسيط ديالنا اللي هو اختاريتو انا الاجهزه الثلاثه، فضروري باش تفرق المسافه. فما تقدرش اصدقائي تلتقط هاد التركيبه هادي على الصحن العادي، فباش تلتقطوا الاسطر مع قمر نيسات هو الوسيط فضروري خصك الصحن الاوفال. اما الصحن العادي اللي بحال هذا فما تقدرش تلتقط عليه، فضروري خصك دير القمر الوسيط اللي انا استعملته. فان شاء الله غندوزو هنايا كنوريكم كي نديرو التقطوا القمر الاجهزه الثلاثه، وكي غنديرو نركبوا المسطره ديالنا والتقطوا القمر الاسطر 19 وقمر نيسات. كما كتشاهدوا معايا اصدقائي، فانا راني نلتقط دابا هاد اللقيط في طرفي القمر الاسطر 19 فيه على تردد الزي دي اف اللي فيه 82. خوت ما تنساش ديروا معاك واحد اللايك الا مكنتش بالشارك شارك في القناه في عز الجرس باش دائما توصل بجديد. يلا خوتي ندوزو حنايكم لهاد الشرح هذا. اصدقائي مرحبا بكم. فاحنا دابا كنتواجدوا امام الصحن ديالنا، فاول حاجه خوتي غنجيو هنا اللاقط وندوروه واحد شويه في اتجاه عقارب الساعه، غير واحد شويه هكا خوتي. من بعد خوتي غنجيو الريسيبتور ديالنا ونعطيكم اقوى تردد. فاول حاجه غنلتقطوا القمر البلغاري، من بعد عاد نلتقطوا القمر الاتيسات 3. فالصحن راه مثبت على قمر النيسات كما شفتوا معايا، فكانت الاشاره قويه فقط من دوره اللاقط. دابا اصدقائي غنجي نعطيكم اقوى تردد ديال القمر البلغاري نستعملوا هذا الفريكونس هذا اللي هو 12092. القطبيه غتكون فيرتيكال عمودي، الترميز غيكون 30000. فهذا قوى تردد ديال القمر البلغاري. من بعد غنجيو وراء الصحن ديالنا ونهبطوا شويه التبصيل وندوروا على الديناد اليسار. فدابا خوتي غنرخفوا الصحن ديالنا كما شفتوا، غادي من بديت كنرخف التبصيل فراه بدا كيهبط ليا، فقط غيهبط تقريبا واحد سنتيم ولا جوج سنتيم، وندورو على الديناد اليسار في اتجاه الغرب غير بلاتي. كما شفتوا اصدقائي هي الاشاره بدات كظهر معايا، نزيد نهبط شويه التبصيل نرجع. فهي دابا الاشاره 90 91. فدابا اصدقائي غندوزو القمر الاتيسات 3 ونعطيكم اقوى تردد ديالو. غنمشيو للقمر الاتيسات 3 اللي غنفيكسيو عليه التبصيل ديالنا. فغنستعمل اصدقائي التردد ديال القناه المغربيه كما كتشدو معايا، فقط كحل شويه التبصيل على يدي هاد اليسار ظهرت معايا الاشاره، فراه هو لصق قوويه. فالتردد 11655، القطبيه غتكون افقي حرف اش اريزونتال، الترميز غيكون 4444. فكما قلت لكم من غتكون وقفه البلغاري فقط جره غير شويه على يدي اليسار وغتظهر معاك الاشاره كما شاهدتوا معايا، هي 91. فدابا غنزير التبصيل ديالي. فتقدر تلتقط هو والبلغاري اصدقائي الترددات اللي قويين على القمر البلغاري تشدهم على القمر الاتيسات 3، لان بهذا هو وياه فقط بدرجه واحده. الاشاره خوتي استقرت لي في 92. فغنجي نلاقط ونزيد ندور واحد شويه نشوف واش تزاد معايا الاشاره ولا لا، لان اعلى اشاره اللي كنشدها على الجهاز ديالي اصدقائي فكتكون 93 91. فعلى اشاره هي 92. نشوفوا القناه واش شغاله كما شفتوني، باقي شاد اصدقائي الاشاره على القمر البلغاري مش القمر الاتيسات 3. نديرو ميوت. فهي الاشاره خدامه، يعني دابا انا نقدر نلتقط التلفيدات اصدقائي على هذا القمر هذا، منهم هذا التردد هذايا. للاسف هاد الايامات ما بقيناش نشوفوهم فقللوا الفيدات بالاخص الفيدات العربيه. فدابا حنا خوتي التقطنا الاتيسات 3 اللي هو القمر الوسيط ديالنا، فغنركب المسطره ونرجع لكم.
اصدقائي، فدابا انا ركبت المسطره ديالي. كما كتشاهدوا فهذه المسطره اللي كنستعملها، وغنخلي لكم فيديو طريقه صنع المسطره. وكي كنديروا اصدقائي ركبوا هذه الكليه هذه باش نديروها هنا، وكتشد لنا اصدقائي القمر. فمن بعد خوتي غندوروا المسطره واحد شويه تجي تهبط لتحت، فقط غير واحد شويه. في اول قمر اللي غلتاخدو معنا فغلتاخدو قمر نيسات. فقمر نيسات خوتي راه ساعه ثابت، فهو غيجينا هنا كما كنتو شاهدتو معنا من دورنا التمثيل، فكان هنايا. ولكن في المسطره فهو غيولي على يدك اليمين من تكون شوف التمثيل، غيولي هنايا. اما قمر الاسرة فهو غيولي لنا هنايا. فالاقمار خوتي في المسطره فهي كتقلب. فدابا غندوز نعطيكم اقوى تردد باش تلتاخدو قمر النيسات. فانا غنستعمل اصدقائي تردد ديال قناه ام بي سي، فالي التقط الاشاره مزيان في التردد هذا فغتلتقط جميع الترددات اللي كاينين في النيسات. فالتردد فهو 11559، القطبيه غتكون فيرتيكال عمودي، الترميز غيكون 27500. دخلوا الاعدادات ديال الجهاز، حيدوا الكابلي، استعملوا اللاقيت اللي غنشدوا بها اصدقائي قمر النيسات. فغنشدو اللقيط من خوتي ونديوه على يدينا دي صرف، على يدينا دي اليمين في اتجاه الشرق. نحركو غير باللاسي كما شاهدتو معنا، هاي الإشارة بدات كظهر 72. فدابا غنحاول نزيد نهبط شوية المسطار ونشوف الإشارة قلالت. غنحاول نزيد نرفع من المسطار الفوق كما شاهدتوا معنا اصدقائي، فالاشاره 91. فالمكان خوتي اللي شدينا فيه الاشاره غندورو هذا البولون هذا يشوف الفوق ونديروه تماكي، ونستعملوا اصدقائي الكرو ديالنا، نزيرو بعد اللاقيط. ديك الساعات عاد نحاولوا نرفعوا من الاشاره ديالنا. فدابا انا زيرت اللقيط، غندور واحد شويه، غندور غير بلاتي الاشاره 80. دابا نحاول نطلع شويه المسطر ونشوف، هاي الاشاره 91. يعني دابا راني شاد قمر النيسات باعلى اشاره. نزير المسطره ديالي، نحدني انا كنزير وانا كنريقل خوتي. نزيرو البولون ديالنا من التحت، نشوفو القنوات المغربية بالأخص قناة الرياضية، نشوفو قناة الاش دي كما شاهدتو معنا. فعندنا الإشارة 80. فدابا حنا خوتي حنا ملتقطين جميع الترددات على قمر النيسات. دابا خوتي غنمشيو للقمر الأسرة 19، نعطيكم أقوى تردد ديالو باش هو اللي غنلتقطوه. نستعملو التردد ديال قناة زي دي اف زي، نستعملو هاد الفريكونس خوتي اللي هو 11362، القطبية غتكون أفقي حرف اش اريزونتال، الترميز غيكون 22000. ندخلو الإعدادات ديال الجهاز، فبنفس الطريقة خوتي اللي درناها نحيدو الكابلي، فكما قلت لكم خوتي في مقدمة الفيديو، فما تقدرش تلتقط قمر الأسطرة مع قمر النيسات انطلاق من النيسات، من يكون الصح متبت على قمر النيسات. فالطريقة خوتي كنستعملوها فقط في الصحن الأوفال، الصحن ديال المسطرة، فهذاك تقدر تشدو خوتي. فاحنا ضروري خصنا نفرقوا المسافة باش نقربوا الأقمار مع بعضياتنا. فنشدو اللقيط منا خوتي ونحركو غير بلاتي في اتجاه الغرب على يدينا اليسر حتى نشوفوا الإشارة واش دار معانا. هيا أصدقائي الإشارة بدأت كتظهر،
فالإشارة استقرت لي في 80، فالبلاصة اللي شديت فيها خوتي الإشارة، فندور البولون يشوف الفوق، هي دابا 82، نزير اللاقيط، وديك الساعة عاد نحاول أرفع من الإشارة. فدابا غندور شوية اللاقيط ونشوف إشارة 84، نزير اللاقيط ديالي من التحت، نزيد نزير اللاقيط ديالي نفيكسيه. فالإشارة استقرت لي في 82، فهادو فقط أصدقائي لواقيت عادية، يعني ماشي بلاك انفيتو اللي كتزيد. نشوفوا القناة أصدقائي، كما شاهدتم معنا أخوتي فالتقطنا الإشارة مزيان على تردد قناة زي دي اف، فقط غتقلب على الترددات الأخرى تشوفوا فيهم الإشارة مزيان، حيت ما كانش الإشارة مزيان حاول زيد دور اللاقيط شوية ولا تطلع معك الإشارة مزيان على القمر. فدي خوتي الطريقه باش كنلتقطوا قمر الاسر 19 مع قمر نيسات، فضروري خصنا نديرو القمر الوسيط، فانا استعملت القمر الوسيط اوتيسات 3، وفي نفس الوقت خوتي راه فيه القمر البلغاري. اصدقائي وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا، ما تنساش تشترك في القناه وتفعيل زر الجرس وكذلك الاعجاب بالفيديو. عندك شي تساؤل او شي مشكل خلينا في التعليق، فانا كنجاوب بجميع التعليق. خوتي تهلا فراسكم وصلنا فيديو جديد.